يعيش بعالم من الخيال، في كل شيء حلو مثل القصص اللي منقراها بالكتب. الأسبوع الماضي صار هالحلم عند مروان حقيقة بالسفر مع تويوتا إيجيبت إلى أجمل عالم ديزني لاند باريس. هالوجهة بتستقطب مش بس الصغار إنما الكبار كمان، لأنه داخل كل شخص فينا طفل صغير. هون كل شيء تخيله مروان من صغره حقيقة، وكل أحلامه ممكن تتحقق وأكثر. شوفي أحلام اللقاء أبطال الشخصيات الكرتونية بشوارع ديزني لاند كأنها هربانة من كتب الخيال. الكل معيد وجو الفرح مسيطر. أهم شخصيات ديزني طلت بعرض ممتع وخلت مروان يرجع طفل صغير عم بيحقق أحلامه بلقاء أبطال من طفولته. والأحلى من رؤية هالشخصيات الجميلة هو التفاعل معهم، ومين ما بيحب يلتقي بأهضم ميني ماوس. بديزني لاند نسي مروان العالم وسافر مع كل لعبة كان عم يلعبها. برم الكرة الأرضية بـ It's a Small World. عاش مع قراصنة Pirates of the Caribbean. طار مع الأشباح. وما في أحلى من عيش المغامرة للآخر مع شوية أدرينالين. ديزني لاند ستوديوز انبهر مروان بأروع التقنيات البصرية. وسافر بخياله مع أجمل العروض. حس إني عم عيش حلم، يعني بعدني ما عم بوع. كل شي عاشه مروان هون جديد، خاصة لما شاهد كواليس تصوير الأفلام وكيفية القيام بأقوى الخدع البصرية. وحتى تابع تصوير أحد أفلام الأكشن وتحمس أمام هالعروض القوية. بهالعالم اللي كله خيال ضاع مروان. وين راح؟ بأي كتاب قصة علق؟ ما كان ممكن يغادر مروان وما يسترجع أحلى ذكرياته بأروع القصص اللي كانت بداية شهرة ديزني. ديزني لاند عيد مروان أحلى عيد وعاش الفرحة مع ميكي وميني اللي أضاءوا شجرة العيد.
عاش مروان أروع اللحظات بهالعالم الساحر، انخطف بالإبهار والضخامة، وقد ما وصف مش ممكن يعبر عن حقيقة الإحساس اللي شعر فيه بديزني لاند. كل شي مميز عاشه هون أكيد رح يبقى يخبره لسنين طويلة، لأنه ديزني لاند مش بس مكان، إنما حلم كبير نهايته دايماً سعيدة.